أكلات تقليدية سنتعرف على إحداها اليوم من سلطنة عمان. من أكثر الأكلات شهرة في سلطنة عمان أكلة الثريد. دعونا مشاهدينا نتعرف على كيفية طهيها في هذا التقرير. ثريد أكلتنا راح تكون لليوم هي أكلة جدا مشهورة عندنا في عمان، أكلة تقليدية حلوة جدا بالخضروات، يا بالدجاج أو باللحم أو بالسمك. طبعا هي مشهورة بالبهارات والخبز العماني مع السمن العماني. خلونا نبدأ الحين نعمل صلصة الثريد. عندنا البصل، الكرات، الكرفس، الثوم، نشوحها شوي مع اللي هي البهارات الحب على اساس تعطينا نكهة جدا جميلة. الطريقة بعد كذا بضيف الطماطم الفرش وبضيف معاها شوية صلصة طماطم بهالطريقة مثل ما انتم شايفين. الحين راح ابدأ بايش؟ راح ابدأ بالجزر وبعدين البطاطس لأنه البطاطس والجزر بتاخذ وقت. بعد كذا ايش راح نعمل؟ راحين نضيف مرق الخضار على اساس الجزر والبطاطس تنطبخ. بضيف اللي هو اللومي او الليمون العماني اليابس ومعه شويه فلفل احمر اليابس ومع البهارات العمانيه المشكله هذه اللي هي الكزبره والسنوت والكركم. الطبخة هذه راح تاخذ معنا من 10 إلى 15 دقيقة وتصير الطبخة جاهزة. الحين راح أضيف الكوسة والباذنجان ثم الفلفل البارد أو الفلفل الرومي الأخضر والأحمر على أساس الطبق يكون غني بالألوان. نفس الشيء غني بالخضروات والطعم ألذ. طبعا مثل ما أنتم شايفين الخضروات هذه ذابت صارت بهالطريقة طبخناها. الحين راح أضيف الخبز العماني الحين نبدأ نشيل البهارات اللي هي الحب اللومي، نشيل الدارسين، نشيل ورق الغار، الفلفل حسب الرغبة. إذا حابين تخلوا الفلفل موجود أو تشيلوه حسب الرغبة. الحين أنا عندي هني السمن العماني اللي بنكهة، شايفين؟ بنكهة السنوت أو الكمون، طيب كثير. بنضيفه بهالطريقة الطبق صار جاهز اللي هو الثريد. صحتين وعافية.